مرحبا، صباح الخير. شكرا لمشاركتكم معنا في التحليل الفني الصباحي من شركة وينزور. معكم عمر الفودة. تاريخ اليوم 15/11/2012. بالنسبة لجدول الاقتصادي، أول خبر سيكون بعد نصف ساعة وهو مبيعات التجزئة، خبر شهري. القراءات المتوقعة قريبة من الصفر، فإذا طلع الخبر فعلا قريب من الصفر من المفروض أن لا نرى تغيير في السوق، ولكن أي قراءة نستطيع أن نقول فوق 1% قد تسبب بعض التفاؤل أن هنالك حركة اقتصادية في هذا القطاع، ومن المفروض أن يكون لها تأثير إيجابي على الاسترليني، ونشهد بعض الارتفاع. الساعة 3:30 في توقيت قبرص المحلي لدينا خبر الكور سي بي اي، وهو خبر مؤشر للتضخم في أمريكا، خبر شهري أيضا. نشوف أيضا أن نسبة التضخم في أمريكا قريبة من الصفر، فأيضا نستطيع أن نقول أي قراءة 1% وما فوق ذلك من المفروض أن يكون إليها تأثير على الدولار. غير ذلك، إذا كانت القراءة قريبة من الصفر يعني أن لا يوجد تضخم ولا يوجد لا يوجد فرق من التوقعات، فمن المفروض أن لا نرى تأثير في حال ذلك. طلبات إعانة البطالة من الولايات المتحدة أيضا الساعة 3:30. نشوف أنه التوقعات على 370,000، وهذه القراءة في العادة اللي تكون متوقعة، فيجب أن نرى فوق التوقعات تقريبا 30-40,000 حتى يكون هنالك سبب ليتفاعل السوق مع هذه القراءة. الساعة 5 من الولايات المتحدة لدينا فيلي فيد مانيوفاكتشرينج اندكس، وهذا خبر بشأن قطاع الصناعة. نشوف أن التوقعات 1.1. وأخيرا الساعة 8:15 في تصريح من البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي الذي سيتكلم عن توقعات الاقتصاد. في العادة في هذه التصريحات من البنك المركزي الأمريكي نشهد تفاعل السوق فقط في حال بيان عن اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد، غير ذلك يمكن أن لا نشهد أي تغير في الأسواق. إذن لنبدأ في اليورو مقابل الدولار. لدينا ارتفاع بعض الشيء، نرى أن خلال الجلسة السابقة ارتفع إلى مستوى 27.80، ستكون نقطة المقاومة اليوم وأهداف عمليات الشراء. نرى سبب وجوده مقاومة عند هذا المستوى، أولا كان هاي سابق وصل إليه في تاريخ 9/11، فهذه ثاني محاولة لم يستطيع الارتفاع فوق هذا المستوى. وأيضا نرى أنه على الرسم البياني مدى 4 ساعات السعر المتوسط المتحرك كان عند هذا المستوى، فكان يوجد سببين لوجود مقاومة، فكانت فرصة بيع بسبب ذلك. يستمر التطلع صعود، إذا استمر التداول فوق 27.00 سنقول أن على المدى القصير يستمر التطلع صعود. في حال عاد وهبط أدنى 27 نعود إلى الهبوط، ويصبح أول هدف طبعا أوطى سعر للاتجاه الهابط الحالي وهو 26.60. المؤشرات تختلف حاليا، بنشوف مؤشر الام اي سي دي عم بيعطينا اشارة صعود، مؤشر مومنتوم 22 عم بيعطينا مؤشر صعود، ولكن الاشارة من المتوسط المتحرك 55 تكون اشارة هبوط بسبب تداوله ادنى، ولكن يبدو انه الان في طريقه اليه. لو نظرنا الى الرسم البياني على مدى الساعة نرى الاختلاف ما بينه وما بين الأربع ساعات. بنشوف أنه التداول حاليا فوق المتوسط المتحرك على مدى الساعة، فتكون إشارة صعود، وفوق نقطة المدار مؤشرات الزخم أيضا مؤشرات صعود، فإشارة الصعود على المدى القصير على مدى الساعة طبعا أقوى من على الأربع ساعات.
ملاحظة هامة، لو ذهبنا إلى الرسم البياني الأسبوعي، طبعا يمكن استخدامه لمعرفة نقاط الدعم والمقاومة، وإذا استخدمنا مؤشر الفيبوناتشي طبعا نأخذه من أعلى سعر إلى أوطى سعر، نرى أن الارتفاع الذي وصل إليه في السابق توقف بالضبط عند 31.40، ومن ثم عاد إلى الهبوط، والآن هو عاد إلى نسبة 23% على مؤشر الفيبوناتشي. فهذه مستويات هامة للمتداولين على المدى الطويل، يجب متابعتها. حتى للمتداولين على المدى القصير، أي مستويات دعم ومقاومة على المدى اليومي والأسبوعي يمكن تستخدم على المدى القصير. الاسترليني نرى مواصلة الهبوط، نرى اختلاف عن اليورو. اليورو شهدنا بعض الارتفاع، لم نشهد ذلك على الاسترليني. نرى أوطى سعر وصل إليه في الاتجاه الهابط 58.35، استطاع كسر الدعم السابق الذي نراه هنا. فلدينا دعم جديد عند 58.35، يجب مراقبة مستوى 58.80. في حال ارتفع فوق هذا المستوى تصبح لدينا إشارتين صعود، يصبح التداول فوق المتوسط المتحرك ونقطة المدار، ويصبح لدينا أهداف. أولا القمة التي نراها هنا 59.00، ومن ثم 59.15، ومن ثم 59.25، ولكن حاليا يبدو أنه لا يزال يحاول للمرة الثانية اختراق 58.35. وسيكون لدينا سيناريوهين، إما يكسره ويواصل الهبوط، إما تكون يراه المتداولون فرصة شراء من عند هذا المستوى وثم يعود إلى الارتفاع. على مدى الـ4 ساعات أيضا نرى كل الإشارات تعطينا إشارة هبوط. إذن ما هي المستويات التالية على الاسترليني؟ قلنا بعد 58.30 58.15، ومن ثم 57.95 تكون أهداف البيع الحالية. الدولار مقابل الياباني على الرسم البياني مدى الساعة لدينا اتجاه صاعد واضح. واضح النقطة التي تحدد مصيره عند القمة التي نراها هنا 80.30. إذا نرى أنه استطاع كسر المقاومة السابق عند 80.75، استطاع تحقيق قمة جديدة عند 80.90. حاليا الأهداف على الدولار مقابل الياباني 81، ومن ثم 81.40، ومن ثم 81.70. ولكن في حال عاد وهبط أدنى 80.30 الذي نرى لدينا قمة هنا سابقة، تتحول العمليات المفضلة إلى بيع، وتصبح الأهداف 80.00، ومن ثم 89.75. فحتى نرى كل المؤشرات على مدى الـ4 ساعات وعلى مدى الساعة صعود، فعلى المدى المتوسط والقصير النظرية تستمر صعود. وأيضا نرى ذلك على الرسم البياني اليومي، أي أيضا على المدى الطويل النظرية تستمر صعود. ما سبب نظرية الصعود؟ طبعا كل قمة تكون أعلى من القمة السابقة، وهذا أهم تعريف للاتجاه الصاعد، أي نرى قمم صاعدة وأيضا لوات صاعدة. الدولار مقابل السويسري لا نرى تغير بالنسبة لنقطة المدار، تستمر عند مستوى 94.65. حاليا يبدو أنه يجد بعض الصعوبة في الهبوط أدنى المتوسط المتحرك 55 الذي نعتبره الدعم الحالي.
فإذا استطاع الهبوط أدناه أو إغلاق شمع أدناه تكون مؤشر أنه سيهبط إلى القاع الذي نراه هنا عن مستوى 93.95. ولكن في حال ارتفع فوق نقطة المدار تعود النظرية إلى صعود، وأول هدف تكون أعلى سعر للاتجاه الصاعد الحالي، القمة التي نراها عند 95.10. نرى مؤشرات الزخم تعطينا إشارة هبوط على مدى الـ4 ساعات، وعلى مدى الساعة نرى أن لدينا اتجاه هابط. فيوجد فرق ما بين الرسم البياني على مدى الـ4 ساعات وعلى مدى الساعة. إذا تم رسم القناة بالنسبة للـ4 ساعات حتى نأخذ إشارة أخرى، نرى أن القناة تعطينا إشارة هبوط بسبب تداول السعر خارج هذه القناة، ولكن نحن في انتظار إشارة جديدة من المتوسط المتحرك 55. مؤشرات الزخم إشارة هبوط على الـ4 ساعات، وإذا نريد رسم القناة بالنسبة للساعة نرسم قناة جديدة من أعلى سعر إلى أوطى سعر هكذا. المتوسط المتحرك بيعطينا إشارة هبوط عكس ما رأيناه على مدى الـ4 ساعات. مؤشرات الزخم تعطينا نفس الإشارة على الـ4 ساعات، أي إشارة هبوط. فيوجد بعض الاختلاف في المؤشرات، ولكن يبدو أنه في الأرجح معظم المؤشرات تعطينا إشارة هبوط، ونؤكد ذلك وتستمر النظرية ذلك إلا في حال ارتفع فوق الـ94.65. منشاهد أنه في السابق كان الدعم قوي، محاولات عديدة في الهبوط أدناها ولكن لم يستطيع، وفي الآخر فعلا استطاع فعل ذلك خلال الجلسة السابقة. فإذا عاد ليرتفع فوقها تكون إشارة سيئة. ننتبه أنها فعلا تحولت إلى مقاومة بعد هبوط أدناها، حاول عدة مرات الارتفاع فوقها كما نرى هنا، والتي أيضا كانت تصادف المتوسط المتحرك 55، عدة محاولات للارتفاع فوقها ولم يستطيع. فإذا استطاع الآن تكون إشارة جيدة للصعود. النفط يبدو أنه على صعود، ولكن في شكل عام كنا نتكلم في التحليلات السابقة أن إذا استمر التداول داخل خطوط الاتجاه أو المستطيل الذي نراه هنا ما بين 87.40 والـ84.40، أو أحسن الأفضل أن نقول 84، تستمر النظرية أنه لا يوجد اتجاه ولكن فقط حالة تراوح. الآن يبدو بعد عدة محاولات في اختراق الدعم فشل ويأس من الهبوط وعاد إلى الصعود، فيبدو أنه في طريقه لمحاولة اختراق 87.40، أهم هدف يجب عليه اختراقه حتى يكون لدينا إشارة صعود جيدة. ومن ثم نذهب إلى القمة التي نراها هنا عند 89.30، ولكن نرى أن قبل ذلك يوجد لنا مقاومة عند 86.75. نرى شمعة ارتفعت إلى هذا المستوى أيضا خلال الجلسة السابقة، ارتفع قريب من هذا المستوى، وأيضا نرى قمة هنا. فيوجد لدينا محاولات كثيرة في الارتفاع فوق 86.75. الذهب لا نرى تحرك قوي بعد الصعود الذي وصل إلى 1738، يبدو أنه الآن يتراوح ما بين 1733 و 1720 تقريبا، فيجب خروج من هذه المنطقة حتى لا تكون لدينا إشارة صعود مرة أخرى إلى القمة، أو نعود إلى الهبوط ومن ثم يصبح كل قاع أو اللوات السابقة هي أهداف البيع. إذن شكرا لاستماعكم.